رحلتك يا مصطفى. وزير احمد كطان مبروك، ربنا يوفقك ويا رب دايما كده. انا اول مره احضر الماتش النهارده، الحمد لله ما اتفرجتش، كنت قاعده بره في الملعب. بتشوف ازاي ان مصطفى يجي لك ويسيب الملعب ويجي على حضرتك؟ طبعا حبيب امي. الحمد لله الحمد لله. ليه اصريتي تنزلي الملعب تحتفلي مع مصطفى؟ عايز افرح بابني، عايز افرح بابني. بتشوف ازاي تفات الجمهور لمصطفى؟ قعدت حاجه جميله جميله، نعمه من عند ربنا، نعمه كبيره الحمد لله. لازم اسلم بقى. يتفضل الأراضي العربية للملعب الأستاذ الدكتور الشباب،